بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي يا جماعة هي المحاضرة الثانية في كورس الشبكات. الاسم بتاعها هو Introduction to Networks Part 2. احنا في المحاضرة اللي فاتت بدأنا نعطي بعض المفاهيم أو البيزك كونسبتس والتعريفات المهمة جدا اللي احنا هنعتمد عليها في كورس الشبكات ان شاء الله، في الشابترز اللي احنا هناخدها في سيسكو بداية من المحاضرة الجاية ان شاء الله. فاحنا قسمنا محاضرة الانترودكشن لمحاضرتين، المحاضرة الاولى اديناها في الاسبوع الاول، وفي الاسبوع الثاني هو بنشتغل في المحاضرة الثانية. في يعني نصيحة مهمة ليكم انك ما تبدأش في المحاضرة الثانية غير ما تكون بدأت ذاكرت المحاضرة الاولى كويس جدا، وبالتالي تبتدي في المحاضرة الثانية، لأن ده تكملة على بعض المفاهيم الرئيسية اللي انت خدتها. وفي اكزامبل في بداية المحاضرة بيوضح لك ازاي الباكت او الداتا بتتبعت في الشبكات او في الشبكة بتاعتك من السندر للريسيفر، بيزد على مفاهيم الاي بي ادرس والماك ادرس اللي احنا درسناها في المحاضرة الاولى. فنرجو ان انتوا تكونوا ذاكرتوا المحاضرة الاولى كويس جدا وفهمتوها عشان نبتدي في المحاضرة الثانية. طيب يا جماعة، المفروض ان السلايد ديت عبارة عن فيديو بنشرح فيه ازاي الداتا بيحصل لها ترانزفير من جهاز الى جهاز باستخدام الوان تكنولوجي. فالمفروض الجهاز اللي هو ايه دلوقتي اللي هو موجود قصادي دوت عايز يبعت الداتا للجزء بي، فبيقول انا عندي داتا دلوقتي عايز ابعتها الى الاي بي ادرس 10 10 10 2. فهو ايه المفروض دلوقتي بيبص على الاي بي ادرس بتاع بي، فبيلاقي ان هو مش موجود معاه. طب هو عرف منين ان هو مش موجود معاه؟ قال لك لانه بص على اول اي بي. وانا هقول الكلام ده مش علمي قوي، ولكن بس عشان نقرب الموضوع، الاي بي بتاعه بدايته هنا 92، هنا بدايته 10، يبقى انا مش معايا في نفس اللان، فالمفروض ان انا هبعت الداتا دي للراوتر. طيب هكون حاجه زي ما هو بيقول كده اسمها الباكت. طب هي الداتا بتتحول الى باكت ازاي؟ الداتا زي ما احنا هنتكلم بعد كده هتتقسم لحاجه اسمها سمول سيجمنتس. طب بنقسمها بناء على ايه؟ قال لك بنقسمها بناء على الكابل اللي هيشيل الداتا بتاعتي ديت عشان ينقلها للراوتر. الكابل ده له سعه، والسعه ديت هي اللي بتحدد لي حجم الداتا. طيب انت بتقول دلوقتي هتحط الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن على الباكت، على السيجمنت بتاعتك وتكون الباكت. طيب والماك ادريسيز؟ قال لك محتاج تحطها هنا على قبل بدايه الباكت عشان تكون حاجه اسمها الفريم. الفريم ده هو الوحده اللي بتمشي عندك في الكابل بتاعك. الكابل ما يعرفش حاجه غير اسمه سيجنال. غير اسمه ايه؟ سيجنالز، كهرباء، ليزر، اي حاجه، المهم هو ما يعرفش غير انها سيجنالز. طيب ايه دلوقتي لازم يبعت الداتا جوه اللان؟ عشان يبعت الداتا جوه اللان قال لك يبقى هيستخدم الماك ادرس. يبقى الفريم اللي هيتكون هيبتدي يحط فيه الماك ادرس بتاعت الجهاز اللي هو عباره عن الاهات ديت، ده السورس. طيب مين الديستنيشن؟ قال لك الماك ادرس بتاع الديستنيشن هيبقى عباره عن اللي هو السيهات ديت. تمام كده، فيبقى المفروض هو هياخد دلوقتي الفريم يحط فيه الماك ادرس بتاع السورس بتاعي اللي هو الاهات، والماك ادرس بتاع الديستنيشن اللي هو الانترفيس بتاع الراوتر اللي عندي. اوكي خلاص، هو حط دلوقتي الماك ادرس بتاع السي اللي موجود عندي. خلاص المفروض ان الفريم يتبعت من ايه الى السويتش. السويتش يبص على الماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن زي ما اتفقنا قبل كده، يعرف ان الديستنيشن هو الانترفيس بتاع الراوتر لانه موجود على البورت دوت. هو عنده ماك ادرس تيبل كده بيبص الجهاز ايه موجود على بورت كام، الراوتر موجود على بورت كام، فهياخد الداتا من البورت ديت ينقلها الى البورت بتاع الراوتر. كل ده بيزد على الماك ادرس فقط. الاي بي لغايه دلوقتي ما دخلتش اللعبه. الراوتر اول ما بياخد الفريم دوت ما ينفعش انه يتعامل معاه. ليه؟ الراوتر بيتعامل مع الباكتس فقط، فهيروح قاصص الجزء الداتا اللي محطوط على الباكت. الفريم دايما بيبقى عليه جزء هيدر وحاجه اسمها تريلر، جزء في اخر الفريم دي. فالمفروض انه هيتقص الفريم هيدر والتريلر. يعني ايه هيقص؟ يعني هيشيل، هو عارف حجم الهيدر قد ايه وحجم التريلر قد ايه، هيشيلهم ويرجع الباكت زي ما كانت. طيب هيبص دلوقتي على مين؟ الديستنيشن اي بي ادرس بتاعت بي،
بالظبط كده، هو هيبص على الديستنيشن اي بي ادرس بتاعت الجهاز اللي هو بيه، يعرف ان هو موجود عنده، وعشان اخرجه هخرجه من الانترفيس اللي هو دوت اللي هو جي 0 على 1. فالمفروض ان انا هرجع ده لفريم تاني وابتدي احط الماك ادرس الجديد في الفريم دوت. طب الفريم ماك ادرس دلوقتي هيبقى السورس بتاعه ايه؟ هو دوت اللي هو الديهات دوت. ليه؟ لانه هيخرج من الانترفيس دوت، فبحط الماك ادرس بتاعه. طب والديستنيشن هو الماك ادرس بتاع البي اللي هو البيهات الكتير ديت. الداتا هتروح للسويتش، السويتش هيبص على السورس والديستنيشن، وبعدين ياخد الفريم دوت يبعته الى الجهاز اللي هو بي. بي هيبص على الماك ادرس يتاكد ان هو بتاعه، فيعرف ان الداتا جايه له، ويروح قاصص جزء الفريم هيدر وتريلر، ويبص على الباكيت، يبص على الاي بي بتاعه يتاكد ان الاي بي ده بتاعه برضو. خلاص بعد كده يطلعه عشان نجمع الداتا ونعرضها على الشاشه قصاد حضرتك. طيب نرجع نعيد الكلام تاني بتاعنا من الاول. الداتا اتقسمت بقت سيجمنتس، السيجمنتس حطيت عليها الانفورميشن بتاعت الاي بي بقى اسمها باكيت، حطيت عليها الماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن اللي هم موجودين معايا في نفس اللان اللي هو بتاع الماك ادرس بتاعي اللي هو بتاع ايه، والماك ادرس بتاع انترفيس الراوتر، وبعت الداتا للراوتر. الراوتر ما بيفهمش غير الباكيتس، الراوتر ما بيفهمش غير الباكيتس، وبالتالي بيقص الفريم هيدر وتريلر، يعني بيشيل جزء الداتا ديت، وبعدين يبص على الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن. لو انتوا لاحظتوا الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن في الرحله ما اتغيرتش، بس الماك ادرس اتغير. ليه؟ الفريم الاولاني كان فيه A وC، طيب في الرحله الثانيه من الراوتر للجهاز B كان الماك ادرس بتاعي عباره عن D وB، يبقى الفريم هيدر بيتغير من لان الى لان، اما الاي بي ادرس من ساعه ما بيخرج من السورس لغايه ما توصل للديستنيشن، يعني الباكت ثابت فيها ان الاي بي بتاع السورس هو 192.168.102، والديستنيشن اي بي ادرس هو 10.10.10.2، مش هتتغير طوال الرحله بتاعتي. يبقى دي لازم نخلي بالنا منها، ده ملخص مهم جدا في الفيديو دوت للي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله في بداية من المحاضرة اللي هي الثالثة أو الرابعة من دلوقتي لغاية آخر الترم. هنبتدي نتكلم على الرحلة دي وإزاي الداتا بتتقسم وبتتقسم إزاي والكلام ده كله، والجهاز اللي هو بيه بيعرف الداتا دي رايحة لأنهي أبليكيشن، يعني رايحة كإيميل ولا رايحة ك داونلودد فايل ولا إيه بالظبط، ده كله هنتكلم عنه. المهم ان احنا نكون بس فاهمين الفيديو بتاعي دوت اللي احنا شرحناه دلوقتي ازاي الداتا فيه اتحركت من السورس للديستنيشن، ازاي الماك ادرس بتاعي كان في اللان الاولانيه هنا عباره عن ان انا بشوف الماك ادرس بتاع السورس اللي هو ايهات وديته للسيهات، جوه اللان الثانيه اللي هي هنا ازاي الماك ادرس بتاعي اتغير من بقى دي الى والديستنيشن بتاعي هو البي. زي ما احنا شايفين الماك ادرس هو اللي بيتغير جوه اللان، والفريم هيدر وتريلر هو اللي بيفضل يتغير طوال الرحله، اما الباكت بتفضل ثابته من ساعه ما تخرج من جهازك لغايه ما توصل للديستنيشن. يا رب تكون الفيديو والشرح بتاعه دوت مفهوم بالنسبه لكم، وده هننطلق منه للسلايد اللي بعدها. شكرا. النتورك كور بقى بتاعي ده مفهوم مهم جدا. طيب ايه هو النتورك كور؟ قال وانت بتشتغل من شويه في الفيديو اللي فات كان كل اللي يهمك ان في راوتر واحد في التوبولوجي اللي موجود، بس ده مش الكيس، ده مش ده اللي بيحصل في الدنيا. الدنيا بيبقى فيها مجموعه من الراوترات كتير جدا، الراوترات دي بتبقى موجوده في شكل مش توبولوجي، موجوده عند السنترالات او اللي بيدونا خدمه الانترنت اللي احنا بنسميهم السيرفر بروفايدر او السيرفيس بروفايدر. الانترنت سيرفيس بروفايدر دوت الاي اس بي بيبقى عنده
الاماكن بتاعته اللي بيبتدي يوصل فيها الراوترز. هنا في مصر مثلا هتلاقي عند السنترالات اللي هو زي سنترال شبين، زي سنترال طنطا، زي سنترال اي سنترال من اللي انت بتتعامل معاهم، بيبقى فيه الراوترز مربوطه بالشكل دوت في شكل مش توبولوجي، وبتبقى متربطه ما بين السنترالات زي ما احنا شايفين كده، في كابلات بتربطها ما بين بتربط ما بين السنترال والسنترال. ده احنا بنسميه الكور بتاع النتورك، والاساس بتاعه هنا بيبقى الراوترز. الراوترز هي الجزء الرئيسي في الكور بتاع اي شبكه عايزين نشغلها وان تكنولوجي. طيب تمام، التو كي فانكشنز بتاعت الراوتنج الراوتر هم حاجتين، الراوتنج والفوروردنج. طب يعني ايه الراوتنج والفوروردنج؟ ببساطه كده، الراوتر زي اللي موجود قصادي دوت، اول ما بيستلم الداتا لازم يعرض الداتا على الراوتنج الجوريزم اللي هو مشغله. طب ليه بيعرضه على الراوتنج الجوريزم اللي هو مشغله؟ قال لان عايز اشوف مين اللي بيسند لمين، وبناء عليه احدد افضل مسار الداتا هتمشي فيه. هتقول لي مثلا لو انا افترضت ان هنا ده الديستنيشن، هتيجي تقول لي عشان اوصل للديستنيشن دوت انا ممكن امشي في المسار دوت، وممكن امشي في المسار دوت، وممكن امشي في المسار دوت. اذا في 3 باثز ممكن اوصل منهم من السورس للديستنيشن. هتقول لي تمام، هقول لك طيب افضل انهي واحد فيهم؟ هتقول لي يبقى لازم في وسيله للتفضيل. هقول لك صح، ممكن بقى يبقى الطريق اللي فيه اسرع لينكات، الطريق اللي فيه عدد راوترات اقل، ممكن تحط الجوريزمات. هنا في الجوريزمات كتير هنبتدي نتكلم عليها في الراوتنج بروتوكولز ان شاء الله. فانا لازم ابص على الراوتنج الجوريزم بتاعي واحدد انا هخرج الداتا من انهي انترفيس موجود عندي. طيب اول ما حضرتك حددت خدت القرار، المفروض بنادي الوظيفه الثانيه اسمها الفوروردنج. الفوروردنج معناها ان انا ببعتها للانترفيس دوت، بكون الفريم وبعدين بخلي الداتا تبتدي تنزل على اللينك، دي اسمه الفوروردنج. يبقى الراوتنج معناها ان انا اخد قرار انهي افضل مسار الداتا هتمشي فيه، ده اللي احنا بنسميه الراوتنج او choosing the best path. في بعض الكتب هتلاقي الاسم دوت. الجزء الثاني هو الفوروردنج، اللي انا بجهز الداتا عشان اعمل لها سندنج على اللينك، اللي انا بمعنى صح احط اكون الفريم اللي هيخليني امشي. هتقول لي طيب هو ما بين ده هنا في راوتر ثاني لازم اكون فريم؟ لازم تكون فريم. طيب بكونه ازاي؟ هنتكلم ان شاء الله بعد كده ازاي بنكون فريم. احنا اتفقنا ان طالما الداتا هتمشي في لينك يبقى لازم تمشي في شكل فريم. كده احنا بدأنا نتكلم على ان الشبكة لو فيها راوتر وسويتشين وجهازين ديوان، بس ده مش الاساس، دي ممكن تكون شبكة صغيرة جدا، انما الكور اللي احنا بنعتمد عليه في الدنيا هي عبارة عن مجموعة راوترات موجودة في عند الاي اس بي كونكتد ببعض. اي حد عنده لان يقدر يكونكت زي بيتك كده، ما انت بيتك اي واحد عندنا في بيته عنده مجموعه من الاجهزه بيكون لان صغيره وبعدين بيكونكت بالانترنت. اذا اللان دي دخلت على الانترنت من خلال الانترنت سيرفيس بروفايدر. جوه الانترنت سيرفيس بروفايدر الراوترز هي الجهاز الرئيسي اللي بيعتمد عليه، بيبقى فيه وظيفتين، وظيفه اسمها الراوتنج ووظيفه اسمها الفوروردنج. طيب واحنا بنتكلم كده بدانا نتكلم على الكور نتورك. الكور نتورك لما جم يبتدوا يعملوا الانترنت كان قدامهم تو موديلز ما فيش غيرهم، ان احنا نشتغل يا اما حاجه اسمها سيركت سويتشنج يا اما حاجه اسمها باكيت سويتشنج. هو ايه التو موديلز دول؟ دول اللي احنا هندرسهم دلوقتي. السيركت سويتشنج ببساطه هو زي شبكه التليفونات. طيب دي موجوده من امتى؟ دي موجوده من سنه 1878. طيب في ايه الميزه اللي فيها او هي بتشتغل ازاي؟ قال لو احنا افترضنا ان عندي تليفون اكس عايز يكلم تليفون تاني واي، ايه اللي بيحصل؟ لازم يتفتح كونكشن ما بين اكس وواي، فاحنا بنعمل حاجه اسمها كول استابليشمنت. بعد كده اول ما اللينكات اللي هي الزرقاء دي كلها تتفتح نعمل حاجه اسمها كول ترانسفير او داتا ترانسفير. بعد كده بعد ما حضرتك بتخلص بتحط السماعه فبتعمل ديسكونكشن او ديسكونكت
للباث اللي بتفتح ما بين اكس وواي. طيب طول ما انت فاتح السكه كل اللينكات اللي اتفتحت اللي هي باللون الازرق ديت بقت خاصه بيك، الباند ويدز بتاعها كله مخصص لحضرتك. يعني لو سرعه او الريت اللي شغال هنا 50 ميجا بت بير سكند بتاعت حضرتك. المشكله لو انت ما بتتكلمش بقى في inefficient use للباثز دي زي ما هنتكلم. طيب احنا عندنا دلوقتي الداتا هنا بتتقسم، لا طبعا الداتا بتخرج من تليفون تفضل ماشيه في مسار واحد مفيش غيره لغايه ما توصل للواي. احنا بنقول لك المعلومه دي ليه؟ عشان بعد شويه ما نيجي نشرح الباكت هيهمني جدا ان احنا هنقسم الداتا زي ما قلت من شويه. طيب الداتا بتاعتي بتخرج بالترتيب، بتوصل بالترتيب عند الواي، فانا مش محتاج اي بروسيسنج عشان اجمع الداتا ديت او ان انا ارتبها او الكلام ده كله، لا هي بتوصل لواي بنفس الترتيب اللي هي بتخرج بيه، وبالتالي حضرتك بتسمعها على طول. فالوقت بتاع هنا اللي احنا بنسميه البروسيسنج تايم قليل جدا. طيب الديلي، الديلي هنا قليل جدا، ان هو الديلي بس اللي هي حجم الوقت اللي الداتا بتمشي فيه من اكس لواي. التليفون ما بيعملش اي بروسيسنج، انه بياخد داتا على طول عليك. طيب هل ينفع ان انا استخدم السيركت سويتشنج للانترنت؟ كان السؤال اللي كان بداوا يتكلموا فيه. اه او لا؟ قال لك لا. طب ليه لا؟ قال لك لان ببساطه كده انت عايز تتعامل مع حجم رسائل مختلف. تمام. فلو انا عندي حجم رساله كبير جدا وفي لينكه في الوان لينك ديت وقعت هتبقى مشكله، هضطر اعيد الداتا دي كلها مره ثانيه. فقال لك لا دي صعبه. الحاجه الثانيه انك انت هتضطر تعمل لكل اتنين عايزين يكلموا بعض لينكات مباشره عشان يقدروا يكلموا بعض. وطول ما هم بيكلموا بعض او طول ما في سندنج وريسيفنج للديتا هنفضل اللينكات دي محجوزه ليهم، وبالتالي ما فيش شيرنج ما بين اليوزرز المختلفين للانترنت. طيب كان ايه الحل البديل؟ قال لك الحل البديل ان احنا ندور على موديل تاني. طيب الموديل التاني ده اسمه ايه؟ قال لك الباكت سويتشنج. طيب قبل ما احنا بقى نبتدي ندرس الباكت سويتشنج تعالوا نبص على الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت السيركت سويتشنج. سيركت سويتشنج ادفانتج قال لك ان لو انت عايز ديديكيتد لينك السيركت سويتشنج بتديك ديديكيتد لينك، يعني لينك مخصص للمكالمه بتاعتك، وده اللي بيحصل في التليفونات. وبالتالي الباند ويدز كله بتاعك وكواليتي اوف سيرفيس ممتازه، لان مفيش حد معاك بيعمل شيرنج، بالتالي مفيش داتا هتروح او ديلي هيحصل. هتقول لي طيب بس احنا خدمه التليفونات ممكن تكون مش ممتازه قوي زي مصر مثلا، ممكن تلاقي في وقت من الاوقات مثلا مفيش حراره. لا دي لها دعوه بالانفراستراكشر بتاعت الشبكه، احنا بنتكلم دلوقتي ان الشبكه مظبوطه وشغاله، فدي المميزات اللي فيها. طيب تعالى ناخد الديس ادفانتجز. قال لك زي ما احنا اتفقنا هو ان افيشنت يوز للريسورسز. يعني ايه ان افيشنت يوز للريسورسز؟ بصوا يا جماعه في الشبكات احنا لما نيجي نتكلم على الريسورسز يهمنا اول حاجه الباند ويدز اللي موجوده عندي، اللينكات ديت ريسورسز، واللينك اللي بيمشي فيها داتا والداتا دي بتكون لي حاجه اسمها باندويث او ثروبوت، فدي ريسورس. الراوترات فيها ميموري وفيها بروسيسور برضو، دي احنا بنعتبرها ريسورسز. عند حضرتك نفس الكلام، الجهاز بتاعك في ميموري وفي سي بي يو وفي لينك كونكتد بيه، كل دي بنسميها ريسورسز. في السيركت سويتشنج انت لو ما بتتكلمش كل اللينكات اللي عندك قاعده ايدل، وبالتالي مفيش افيشنت يوز. خلاص انت كده كانك ماجر الكابلات ديت وما بتستخدمهمش، وبالتالي انت بتضيع على ناس تانية ان ممكن تستفيد باللينكات ديت وانت مش شغال. طيب
لو ما بيحصل زلازل او اي حاجه زي كده بتبص تلاقي التليفونات بتقطع على طول، لانها بتعتمد على كابلات والكابلات دي ماشيه في الارض، وبالتالي هيحصل انقطاع للخدمه مباشره. ما بتناسبش السيركت سويتشنج، ما بتناسبش حجم ما نبعت الداتا العاديه. هي ممكن تكون مناسبه للفويس او الفيديو، ولكن مش مناسبه للداتا العاديه اللي هي التكست العادي. طيب امتى لو انا قدامي ان انا ابني نتورك باستخدام السيركت سويتشنج، امتى افكر في السيركت سويتشنج؟ قال لك بتفكر في السيركت سويتشنج لو انت عايز لينك شغاله طول الوقت ما بين سندر وريسيفر. ساعتها يبقى السيركت سويتشنج ديت افضل حل موجود ليك، لان في سيركت او لينك او باث موجود ما بين الفرعين بتوعك اللي انت عايزهم. الداتا دافع انت وقتها طول الوقت، فمش فارقه معاك. الكابلات دي مخصصه لحضرتك ما بين الفرعين، وبالتالي ما حدش يقول لك انا عايز اشير ولا عايز اعمل حاجه. فالديديكيتد لو انت عايز حاجه تبقى خاصه ليك، وده بيبقى صعب شويه وفلوسه بتبقى كتير قوي، فهفكر في السيركت سويتشنج. طيب كان الحل البديل اللي هم فكروا فيه ايه هو؟ الباكت سويتشنج. في الباكت سويتشنج اول حاجه فكروا فيها قال لك ان انا محتاج اقسم الداتا بتاعتي، اي مسج موجوده عندي هبتدي اقسمها. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني لو احنا افترضنا ان دي رساله اللي هي المسج ديت، انا محتاج ان انا ابعتها. كويس. قال لك وانت جاي تسند الرساله ديت لازم تقسمها الى بلوكس صغيره. البلوكس دي احنا هنسميها سيجمنت، وبعد كده هنحط لها هيدر هتبقى اسمها باكت، وبعد كده عشان نبعتها نكون فريم. طيب فاحنا رحنا مقسمينها زي ما احنا شايفين كده اهوت، ل باكت واحد وباكت اتنين وباكت ثلاثة، وبدأنا نبعتها. يبقى أول حاجة في الباكت سويتشنج قال لك احنا هنقسم الداتا. طب كان الهدف بتاعهم ايه من كده؟ قال لك ان انت بتبعت داتا كتير، ولو الداتا دي حصل للجزء المسج الكبيرة دي حصل لها لوس كده، يبقى انت فقدت جزء كبير من الداتا ومحتاج تبعته مرة تانية، وده زي كده ما بيقول بيستغل الريسورسز بتاعة الشبكة بتاعتي، سواء كانت لينكات او الراوترات اللي في النص والكلام ده كله. قال لك طب الحل البديل ايه؟ قال لك لا، قسم الداتا ديت الى اجزاء صغيره. طيب الميزه الثانيه اللي موجوده هنا ايه؟ قال لك ان هي اما تيجي تتبعت من الكمبيوتر بتاعي للنتورك، قال لك مش لازم تمشي في مسار واحد، ده ممكن كل باكت منهم يمشي في مسار مختلف. الله، هو انت مش من شويه قلت لي ان الراوتر بيختار البيست باث والداتا تمشي فيه؟ هقول لك صح، بس ممكن يكون في حاجه اسمها لود بالانسنج. يعني ايه لود بالانسنج؟ يعني اختار كذا مسار الداتا تمشي فيهم في نفس الوقت عشان اخلي كل مسار منهم ما يحصلش فيه كونجستشن، ازدحام. يعني ممكن كل جزء من الداتا بتاعتي يمشي في مسار مختلف. طب ده في ميزه ايه؟ قال لك ده في ميزه كويسه قوي. نفترض ان في لينكه دلوقتي وليكن ديت وقعت، هل اقف؟ لا طبعا، اللينكات اللي موجوده الثانيه ديت هتقدر تشيل الداتا بتاعتي، وبالتالي انا ضامن ان طول الوقت في لينك ما بيني وما بين الديستنيشن، ما عادش في ديديكيتد لينك زي السيركت سويتشنج. لا، هنا انت عندك في مسارات مختلفة، والمسارات المختلفة كلها هتوديني لنفس مين؟ الديستنيشن. كويس. فلو في لينك منهم وقعت، اقدر على طول جزء الداتا اللي وقع دوت هيبقى صغير، اللي مش هيقدر يوصل دوت، وبالتالي هقدر اعمل له ريسند مرة تانية، مش هيبقى فيه مشكلة كبيرة. وبعد كده اجزاء الداتا اللي جاية عرفت ان في هنا مشكلة، هبتدي ابعتها في مسارات مختلفة، وبالتالي انا ضامن ان طول الوقت في لينك ما بين السورس والديستنيشن. طيب كده يبقى احنا ضمننا ان الداتا بتاعتي هتتقسم لاجزاء صغيره، وبالتالي اضمن ان لو حصل لوس هبعت جزء صغير، ان الداتا بتاعتي
مش لازم ادور على الشورتست باص، ساعات ممكن ادور ان انا ابعت في مسارات مختلفه نتيجه تكنولوجيز كتير في الشبكات احنا بنتكلم عليها. طيب عندي مسارات كتير ما بين السورس والديستنيشن. نيجي نفكر في حاجه كمان بقى، ايه هي الحاجه التانيه اللي احنا جايين نفكر فيها؟ هناك كان الداتا مش محتاجه ادريسنج لانها بتخرج من سورس واحد على باث واحد توصل لديستنيشن واحد، ده فين؟ في السيركت سويتشنج. لا هنا، لا هنا في الباكت سويتشنج الداتا بتخرج من سورس واحد بس بتمشي في مسارات مختلفه عشان توصل للديستنيشن. وجات من هنا فكره، لا طالما انت بتمشي في مسارات كتيره ومختلفه يبقى حضرتك محتاج انك تحط جزء على الداتا عشان يعرفني مين السورس ومين الديستنيشن ادرس، ويحط لي رقم فيه اسمه سيكونس نمبر عشان يعرفني الداتا دي جت في الترتيب بتاعها ولا جت متاخره. ده كده بدانا نفكر ازاي نخلي الداتا بتاعتي حاجه بنسميها البيست ايفورت ديليفري. يعني ايه البيست ايفورت ديليفري؟ يعني معناها بنحط كل المعلومات اللي في الباكت ديت عشان تقدر توصل الديستنيشن لوحدها. طب انت حطيت ايه؟ حطيت الاي بي بتاع السورس والديستنيشن. هتقول لي طب انت ليه ما بتكلمش على الماك ادرس؟ لان احنا بنتكلم زي ما انتم شايفين كده اهوت على وان، وطالما بنتكلم على وان انا الجزء اللي يهمني هنا هو الاي بي ادرس. تمام. فنتيجه ان انا اجزاء الداتا ديت اتقطعت لاجزاء صغيره وبتمشي في مسارات مختلفه وما بتوصلش وممكن ما توصلش بالترتيب، فانا احتجت ان انا احط مجموعه من الكنترولنج انفورميشن على الداتا بتاعتي، على السيجمنت بتاعتي، الجزء الصغير اللي انا قسمته ده. بحط على كل سيجمنت فيهم هو مين السندر، الاي بي ادرس بتاع السورس، مين الريسيفر، الاي بي ادرس بتاع الديستنيشن، بلس في بعض البروتوكولز بتحط حاجه اسمها سيكونس نمبر. سيكونس نمبر دوت عشان يميز لي كل سيجمنت عن الثانيه، ولو واحده وصلت متاخره احطها في الترتيب بتاعها الصح قبل ما نعرضها على الشاشه. طيب ممكن تقول لي بعد ما انت شفت الباكت سويتشنج ايه هي الميزات والديس ادفانتجز اللي موجوده فيها؟ بسيطه نبص عليهم بسرعه. الادفانتج الباند ويدز يوزد تو فول بوتنشال، يعني ايه؟ يعني الباند ويدز طول الوقت بيستغل. هتيجي تقول لي طيب ما هو لو انت ما عندكش داتا تبعتها النتورك كده هتفضل فاضيه؟ هقول لك لا، في الباكت سويتشنج اللي ما عندوش داتا اللي بعده يبعت، لان الداتا النتورك اللي هو احنا بنسميها الكور نتورك شيرد ما بيننا كلنا، وبالتالي لو انت ما بتبعتش غيرك بيبعت، وبالتالي طول الوقت اللينكات بتاعتي شغاله والباند ويدث بتاعي بيستغل افضل استغلال. الديفرنت ديفايسز وذ ديفرنت سبيدز يقدروا يتكلموا. هناك في السيركت سويتشنج لا لازم يكون التليفونين نفس السرعه ونفس كل حاجه، هنا لا انا مش لازم يكون اللينكات كل اللي متوصله بجهازين او كارت الشبكه بتاع الاثنين يقدر يشتغل على لينكات بنفس السرعه، لا ممكن يكون واحد سريع جدا وواحد بطيء والاثنين يقدروا يتكلموا بعض. لو حصل لينك فيلير، لينك فيلير معناها كابل باظ لاي سبب من الاسباب، وبالتالي هل اقف؟ لا، في مسارات تانية زي ما اتفقنا هنقدر نسند منها الداتا. مش هنستنى بقى لدايركت لينك زي السيركت سويتشنج، لو موجود نقدر نسند الداتا، لو مش موجود لا، احنا عندنا لو مسار مفيش مسار موجود نشوف التاني والتالت والرابع. طيب المشكله بقى ايه هي في الباكت سويتشنج؟ قال لك لو انت عندك كميه داتا كتير داخله على الراوترز ده احنا بنسميه هيفي يوز، بالتالي هيحصل ديلي كبير جدا ولوس كتير للداتا. تاني الراوترز جالها داتا كتير، الراوترز عباره عن ايه يا جماعه؟ ميموري وبروسيسور، صح؟ الداتا عايز تتخزن في الميموري، الميموري جات له داتا كتير جدا من اليوزرز اللي مشتركين معاه، طب انا هعمل ايه؟ هاخد لغايه ما اكمل الميموري بتاعتي، طب اللي جه زياده هرميه. ده احنا بنسميه كده ان الباكتس ديت لوست. طيب اما يبقى عندي داتا كتير في الميموري هنعمل لهم كيوينج، يعني احطهم في طابور، بالتالي الديلي بتاعي هيزيد. اذا هنا هيبقى في لوس وهيبقى في ديلي.
بلس ان انت بتتكلم دلوقتي، هو انا ما بعت الباكتس ديت اعرف ازاي ان هي وصلت ولا ما وصلتش؟ هناك كان اتنين بيكلموا بعض لايف، عارفين الداتا وصلت، الصوت وصل ولا ما وصلش، انما هنا هعرف ازاي؟ ففي بعض البروتوكولز تقول لك لا، انا محتاج كبروتوكول ان انا اتاكد ان الداتا اللي انا بعتها وصلت. طب دي اتاكد منها ازاي؟ بسيطه، كل جزء بعته رد عليه واعمل له كونفرميشن ان الجزء ده وصل. قول له انت بعت لي سيجمنت 4، سيجمنت 4 وصلت وانا مستني منك 5. فزودت حمل على الشبكات بتاعتي، لان ما بقتش بعتمد على الداتا بس، ده انا بعتمد على الداتا واللي احنا بنسميه الكونفرميشن اللي احنا هنطلق عليه بعد كده ان شاء الله بعد محاضرتين ثلاثه، اسم الاكنولجمنت. فالاكنولجمنت ده كمان هيجي يخش الشبكات بتاعتها. تقول لي ده حجمه صغير قوي، هقول لك اه بس حجم صغير، مع حجم صغير هيبتدي يبص الداتا كترت عندي في الشبكه. طيب الباكت سويتشنج في حد ذاتها ما بتبقاش كويسه جدا للستريمنج، سواء كنت عايز بقى ريال تايم فيديو او اوديو والكلام ده كله، ما بيبقاش الباكت سويتشنج هي الافضل ليه. وعشان كده بيلجأوا دايما ان هم يحسنوا فيه باستخدام بروتوكولات كتير جدا عشان يحسنوا الباكت سويتشنج، عشان يقدر يشتغل على الفيديو ستريم والاوديو ستريم او الاوديو. دي هي الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الباكت سويتشنج. محتاجين دلوقتي نبص، لو احنا عملنا مقارنه سريعه ما بين السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج، شكل المقارنه هيبقى عامل ازاي؟ دي المقارنه، دي مقارنه بسيطه كده هنبتدي نبص فيها على ايه هي اوجه الاختلاف ما بين الاثنين، لان الاوجه الاتفاق خلاص احنا مش هتخليني اميز الباكت سويتشنج على السيركت سويتشنج. اللي بيخليني اميز الاثنين هو اوجه الاختلاف. فالسيركت سويتشنج ببساطه جي قال انا كونكشنلس، سوري السيركت سويتشنج جي قال انا كونكشن اورينتد. هتسمعوا الكلمه دي كتير في الشبكات برضو، كونكشن اورينتد، يعني لازم نفتح الكونكشن قبل ما يبتدي الداتا ترانسفير. يعني السندر لازم يبعت يستاذن الريسيفر، هل حضرتك متاح عشان نبتدي عمليه السندنج والريسيفنج ولا لا؟ فدي احنا بنسميها كونكشن اورينتد. في الباكت سويتشنج لا، حضرتك ما بتحتاجش، يعني ما بتضربش رقم تليفون لحد، لو حضرتك اول ما تدوس على زرار السند الداتا بيحصل لها سندنج. مش لازم بقى يكون اللي قصادك موجود او لايف معاك موجود على الكونكشن، وهنتكلم في النقطه دي بعد ان شاء الله ما نوصل للترانسبورت لاير، هشرح لكم هو قصده بيها ايه. طيب السيركت سويتشد جه قال انا ديديكيتد سيركت، ديديكيتد يعني مخصص، فانا بفتح سيركت مخصصه للاثنين اللي بيتكلموا الاكس والواي. الباك سويتشنج قال لك لا، انا شيرد سيركت، بمعنى ان لو الاثنين اللي عايزين يتكلموا ما هماش بيبعتوا داتا، لا انا مش هقف ايدل، مش هقف ساكت، هسمح لناس ثانيه ان هي تستغل اللينكات ديت. عشان كده احنا بنسمي ان الباك سويتشنج هي شيرد سيركت. في السيركت سويتشنج انت عندك جرانتي ليفل اوف سيرفيس للباندويدز والكواليتي اوف سيرفيس بتاع اللينكات. ليه؟ قال لك بسيط، لان مفيش غيرك انت والديستنيشن اللي بتستخدموها، وبالتالي انت ضامن الباندويدز بتاعك ان مفيش حاجه بتاثر لك على الصوت، تمام. في الباكت سويتشنج لا، في الباكت سويتشنج انت بتقسم الرساله بتاعتك لمسجز، والمسجز دي ممكن تتعرض للوس او كوربشن في اللينكات او في ان يحصل لها لوس في الراوترز، على عكس اللي موجود في السيركت سويتشنج. سيركت سويتشنج قال لك انا عندي مشكله، انا بستخدم الميديوم انفشنتلي، يعني انا اللينك اللي عندي دوت ممكن يكون ايدل، ما حدش بيستخدمه طول ما السندر والريسيفر ما عندهمش داتا يتبعته. الباك سويتشنج يقول لك انا ما عنديش كده، انا افشنت يوز اوف ميديوم، يعني اللينك بتاعي طول الوقت هيبقى فيه داتا، لان لو انت ما بتبعتش في غيرك محتاج انه يستغل الكابل او اللينك بتاعي. السيركت سويتشنج بيدافع عن نفسه يقول انا سنجل باث نو ريدندنسي، يعني انا ما عنديش بديل، انا هو انا بستخدم سنجل باث بس. يجي يرد الباكت سويتشنج عليه يقول له ماشي، انت عندك
سنجل باث، انا عندي مالتيبل باثز، وبالتالي انا عندي حاجه اسمها الفولت توليرنس. فولت توليرنس يعني ايه؟ انا بتفادى الخطا. لو انا عندي في لينك واحد حصل فيه مشكله، عندي في اذر لينكس تقدر ان هي تترانسفير الداتا، وبالتالي انا عندي طول الوقت في سندنج ريسيفنج للداتا. طيب بعد ما عملوا المقارنه دول زمان، اتفقوا ان الانترنت هتشتغل بالباكت سويتشنج، وان السيركت سويتشنج ما تنفعناش خالص عشان نشغل الداتا ترانسفير اوفر ذا انترنت. طيب طالما كده اتفقنا على الباكت سويتشنج، تعالى بقى ندرس بعض الكونسبتس الموجوده فيها، وهنقدر نتكلم دلوقتي عن الديلي. كلمه ديلي يعني ايه يا جماعه؟ ببساطه كلمه ديلي معناها تاخير، والتاخير معناها ان في داتا بتتبعت المفروض وقت ما بتتبعت وقت ما بتوصل. يقول لك لا، الكلام ده لو احنا ما عندناش في باثس في النص، فاثناء رحله الباكت دوت من السورس للديستنيشن لازم بيتعرض لانواع مختلفه من الديليز، ودي اللي احنا هندرسها دلوقتي حالا مع بعض. طيب اول نوع موجود عندي ايه؟ قال لو احنا افترضنا ان الباكت اللي موجوده عندي ديت هتتحرك الى الراوتر، ازاي؟ زي ما احنا هنشوف كده اهو، وصلت للراوتر. فالراوتر اول حاجه بيعملها انه بيبتدي يبص على، هنفترض ان هو خلاص دخله على البروسيسور، هي المفروض تتحط في الميموري، هنفترض ان الميموري كمان فاضيه، راح واخد البروسيسور الداتا ديت، فراح باصص على الاي بي بتاع السورس والاي بي بتاع الديستنيشن عشان يحدد البيست باث اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب هو الوقت ده البروسيسنج ده كله مش له وقت؟ قال لك اه. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها هي البروسيسنج تايم. طب تعرفها ايه؟ قال لك this is the time required to examine the packet's header and determine where to direct the packet. الوقت اللي حضرتك بتاخده عشان تختبر الادريسنج اللي موجود في الداتا او في السيجمنت او في الباكت عشان تحدد البيست باث اللي الداتا هتمشي فيه. طيب وتشيك الايرورز والكلام ده كله، كل ده احنا بنسميه بروسيسنج تايم. طيب اما اجي احسب الوقت ده، هل في معادله تحسبه؟ لا، هو في معادلات ان انا ابريدكت، اتنبا، وده طبعا طالما كلمه بريدكت يبقى داخل فيه جزء زي البروبابيلتي، ان انا ممكن اتوقع باستخدام الاحتمالات ازاي الراوتر دوت هيتصرف من خلال التجارب السابقه للباكتس اللي سابقه. فهنا بيشتغلوا على، طبعا انا حطيت المعادلات ديت هنا هتبقى صعبه عليكم، فاحنا بنرجع الجزء دوت للناس اللي ممكن تكمل فيه الدراسات العليا ان شاء الله، ممكن يبتدوا يدرسوا الحاجات دي. احنا هنا كل اللي يهمنا نعرف ان في حاجه اسمها البروسيسنج تايم، ودي غالبا نيجلكتد تايم في المسائل. هتقول لي هو في مسائل هنا؟ اقول لك طبعا. طيب احنا هنا بنجلكت، بنهمل جزء البروسيسنج تايم والتايم اللي بعده. طب ممكن يتحط؟ طبعا ممكن، بس هديه لك كرقم تضيفه على المساله على طول، مش هديه لك تحسبه. طيب النوع الثاني من الديليز اللي احنا بنسميه الكيوينج ديلي او الويتنج ديليز. طيب هو يعني ايه الكلام ده؟ ان الرساله دي ما وصلت للراوتر لقت ان في الميموري بعض الباكتس اللي موجوده من قبل كده. طيب اعمل ايه؟ هضطر استنى اخد دور واخش جوه الكيو واستنى الدور اما يجي عليا عشان احصل لي بروسيسنج. طيب الوقت اللي انا هستناه في الميموري دوت ده احنا بنسميه الكيوينج تايم او الويتنج لاين تايم او ديلي. طيب ده برضو بيتحسب بمعادله؟ لا، برضو بيعملوا زي بريدكشن للبريدكشن ديت لحجم الوقت اللي ممكن ينتظره الباكت بيزد على حجم الداتا اللي موجود في الميموري. برضو غالبا احنا بنجلكت التايم دوت في المسائل. لو انا هخليك تشتغل عليه يبقى هديه لك كرقم ثابت وانت تضيفه على المساله زي ما هنشوف. طيب النوع الثالث بقى، النوعين الجايين دول هيبقى فيهم معادلات، معادلات بسيطة جدا ما هي صعبة، هي كل بس ان احنا نركز في الوحدات بتاعت اللي هو اليونتس بتاعت الرموز اللي موجودة في المعادلة. طيب نتكلم دلوقتي عن الديلي اللي احنا بنسميه الترانزميشن ديلي. دلوقتي الراوتر خد الداتا حطها في الكيو
وصلت للبروسيسور، بص على الاي بي ادرس، جهزها، عايز يعمل لها ترانسميت. يقول لك الوقت اللي الداتا هتاخده عشان توصل لللينك دوت، تتحط على اللينك ده، احنا بنسميه الترانزميشن تايم. ترانزميشن تايم. طيب وده معناها اول بيتس بتوصل لللينك، حجم الداتا لما تتحول لللينك ده احنا بنسميه ايه؟ ترانزميشن تايم. الوقت اللي انا باخده عشان احط البيتس على اللينك ده اسمه ترانزميشن تايم. طيب ده بيتحسب ازاي؟ قال لك بسيطه، انت هتبعت باكيت او سيجمنت او داتا، صح؟ حجمها قد ايه؟ قال لك هنفترض ان حجمها ال، تمام. طيب هتبعت الداتا دي فين؟ قال لك في لينك. طب اللينك دوت الريت بتاعه قد ايه؟ يعني يقدر ياخد منك كام بيتس في الثانيه؟ قال لك هنفترض ان هو ار. قال لك يبقى المعادله بتاعتي سهله جدا، اقسم ال على ار، يبقى انت كده جبت الترانزميشن تايم. يبقى انا باخد الداتا بتاعتي ابتدي احطها على اللينك، الوقت ده احنا بنسميه ترانزميشن تايم. كويس قوي. طب عشان احسم دوت، قال لك سهله، شوف حجم الداتا اللي انت بتبعتها قد ايه، شوف اللينك بتاعك يقدر ياخد داتا في الثانيه قد ايه، تقدر تحدد انا هترانزميت الباكت كله اللي عندي دوت في قد ايه. يبقى التايم اللي انا بستخدمه هنا هو التايم اللي انا هستخدمه عشان اترانزميت الباكت بتاعي كله، او المسج بتاعتي او الداتا بتاعتي. بدي لك هنا حجم الملف او حجم الفايل او حجم الداتا اللي انت هتبعتها. هتقول لي والله انا ممكن ابعتها على 9 اجزاء، في كل جزء بياخد كذا. خلاص تمام، ما عنديش مشكله، انت كل المعادله بتحط ال على ار تطلع لي التايم، سهله. نخلي بالنا بس من هنا ان ال دايما بتبقى بالبيتس والار بالبيتس بير سكند. يبقى احنا لازم ما تجيلي مساله لازم ابص على اليونتس بتاعتي، ان ال او حجم الملف او حجم الداتا بيبقى بالبيتس، والار بتاعتي او الريت بتاع اللينك دايما بيبقى بالبيتس بير سكند. فلو جالي اي تحوير فيها اي اختلاف لازم ارجعهم للاصل بتاعهم اللي هو البيتس، والبيتس على السكند، وطبعا اليونت بتاع الترانزميشن تايم هيبقى بالسكند. طيب نيجي بقى نتكلم بعد كده على النوع الرابع من الديليز اللي احنا بنتعرض ليه في الباكت سويتشنج نتوركس، اللي احنا بنسميه البروباجيشن ديلي. الداتا دلوقتي وصلت للراوتر، الراوتر حطها عايز يحطها على اللينك. الداتا دلوقتي التايم اللي بتاخده عشان تتحرك اكروس اللينك دوت عشان توصل للنود اللي بعدي، الراوتر اللي بعدي، ده اللي احنا بنسميه البروباجيشن ديلي. تاني التايم required to propagate from the beginning of the link to the destination at the end of the link. اللينك الداتا بتاخد قد ايه عشان تمشي في اللينك دوت؟ البيتس بتاعتك بتاخد قد ايه عشان تمشي من اول اللينك لاخره؟ بس ده اسمه البروباجيشن ديلي. الترانزميشن والبروباجيشن هم اهم انواع ديليز احنا بنحسبها. سيبك من الكيونج والبروسيسنج لان غالبا الوقت بتاعهم بيبقى قليل فبيحصل لها نجلكت من المساله. احنا هنا بنعتمد على البروسيسنج والبروباجيشن. طيب نيجي نتكلم على البروباجيشن، احنا عرفنا معناه، بيتحسب ازاي؟ قال لك بسيطه قوي، شوف الديستنس بتاعت اللينك قد ايه واقسمها على سرعه البيت اللي بتتحرك في اللينك. بس خلاص، الدي على اس او الدي على الفي على حسب نوع ال، ما هم هيسموها لك في الكتب، هتلاقي في ناس بتسمي السبيد بتاعت البيت اس، في ناس هتسميها في. المهم في الاخر المعادله بتاعتي هتبقى عباره عن ان هي الديستنس على السبيد. طيب ديستنس بتتقاس بايه؟ بالمتر، والسبيد بالمتر بير سكند. فيبقى لازم نركز ان دي اليونتس اللي انا هستخدمها، جالي حاجه بالكيلومتر بالسنتيمتر بالمليمتر لازم احولها المتر مع والوحده بتاعت التايم بتاعتي هتبقى السكند.
واضحه؟ يبقى انا عندي اربع انواع من الديليز احنا درسناهم. الاربعه دول هم اللي بيأثروا على الباكتس من ساعه ما تخلص بتخرج من السورس عشان توصل للديستنيشن. طيب عشان يوضحوا لك فكره الكيوينج سوري الترانزميشن ديلاي والبروباجيشن ديلاي بيحصل فيه انالوجي كده، بيضربوا لك مثال عشان يفهمك الليله ماشيه ازاي. فبيفترض ان انا عندي فيه كرفان عربيه كده كبيره عليها 10 عربيات رايحه للتول بوث دوت اللي هو التول جيت يعني او جيت اللي هو البوابات. رايحه البوابه ديت عشان توصل تمشي في الرود دوت لغايه البوابه اللي بعدها. تمام. فانا عايز بقى الخص لك موضوع البروباجيشن ديلي والترانزميشن ديلي. قال لك لو الكرفان دوت وصل لهنا، هنفترض ان مفيش فيه عربيات قدامه وان مفيش ورق هيتفحص، عشان يقدر يخرج من البوابات لغايه بدايه الطريق بياخد دقيقتين. فده احنا بنسميه الترانزميشن تايم، يبقى الوقت من ساعه ما وصلت عند بدايه البوابه لغايه ما خرجت على بدايه الطريق، ده احنا بنسميه الترانزميشن تايم. طيب هو لو في بقى فحص للورق وفي عربيات قبل هضطر استنى، العربيات هستنى يبقى ده اسمه الكيونج ديلي. لو في فحص الورق اسمه بروسيسنج ديلي. مفيش الاثنين دول هنفترض ان احنا عملنا لهم نجلكت، فين الوقت اللي انت من ساعه ما توصل التول جيت لغايه ما تخرج من البوابه عشان بدايه الطريق؟ ده احنا بنسميه ترانزميشن تايم. احنا قدرناه هنا في المساله ب دقيقتين. تمام. بعد كده البروباجيشن ديلي هو الوقت اللي حضرتك هتاخده من عند الجيت الاولاني للجيت الثانيه. ما هو ده السبيد بتاع البيت اللي بتاخده من الراوتر الاولاني للراوتر الثاني ومن جهاز للراوتر. صح؟ فاحنا كده بنتكلم على ان الداتا بتاعتي بتتنقل من الجيت دوت للجيت دوت، ده اسمه بروباجيشن ديلي. هنا وقال لك هي العربيه هنفترض ان الكرفان بيمشي بسرعه 100 كيلو في الساعه على المسافه، والمسافه 100 كيلو تقسم الاثنين على بعض هيطلع لك ان هو هياخد المسافه دي في 1 اور اللي هم 60 دقيقه. اما اجي احسب بقى الوقت كله هتقول لي ما هو كده هو استنى دقيقتين عند البوابات عشان يخرج من على الطريق وخد ساعه في الطريق يبقى ساعه 62 دقيقه بالظبط. ده احنا بنسميه كده اللي هو ايه؟ دي الديليز بتاعتي. طب لو في بروسيسنج بفحص ورق هضيف الوقت ده كمان. طب لو في كيونج تايم هستنى ويتنج شويه يبقى ده وقت هيتضاف كمان. اذا من الانالوجي دوت نعرف ان احنا عشان نقدر التايم بتاعه البيتس اللي هتتحرك من مكان لمكان لازم نجمع كل انواع الديليز دي مع بعض، وقدرنا نفهم يعني ايه بروباجيشن ديلي ويعني ايه ترانزميشن تايم. نيجي هنا بقى نتكلم احنا لو عايزين نجيب من نود لنود او النودل بيسموها النودل ديلي، بروح جامع هنا البروسيسنج على الكيوينج على الترانزميشن تايم على البروباجيشن تايم، كل دول بجمعهم لمين؟ قال لك عشان احسب الداتا اللي على النود ديت اللي هو الوقت هيتاخد قد ايه عشان يوصل من السورس للديستنيشن. لو احنا افترضنا ادي الداتا هتمشي هي كده، فانا اجي اقول لك دلوقتي الداتا وصلت بديلي معين، ترانزميشن تايم كان وقت معين، البروسيسنج تايم عندي في الراوتر كان وقت معين، كيوينج تايم ده وقت معين، بجمع الاربعه دول على بعض اجيب حاجه اسمها النودل ديلي. طيب لو عايز اجيب بقى من بي سي 0 لبي سي 1 ده اسمه غالبا افريج ديلي او توتال ديلي، ودي بقى بروح جامع كل الديليز اللي موجوده على كل اللينكات اللي عندي اجمعهم كلهم مع بعض في معادله واحده واجيب الديلي كله متجمع. واضحه كده؟ ده اسمه ايه؟ ديليز. كده احنا اتكلمنا على الباكت سويتشنج ديليز
او الباكت سويتشنج نتورك ديليز. هنا بنتكلم على الاربع انواع المشهوره من الديليز اللي احنا بنتكلم عنهم، خدنا فيهم بس تو ديليز هو اللي محتاج معادله عشان احسبهم، اللي هو الترانزميشن تايم والبروباجيشن ديلي. واتفقنا ان احنا لازم نركز في اليونتس واحنا لما بيجي لنا مساله في الديليز دي. دلوقتي بقى هنتكلم على بعض المفاهيم المتعلقه بالديليز. دلوقتي هنفترض ان انا عندي الجهاز اللي هو اكس هيكلم الجهاز واي، تمام؟ هتقول لي ان انا عندي فيه مسارات من مجموعه راوترات او كور نتورك اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام؟ قال لك عشان تتشيك الاول في كونكشن ولا لا، في حاجتين تو كوماندز بنستخدمهم دايما، تلاقوا كلكم تسمعوا عنهم، حاجه اسمها البنج وحاجه اسمها التريس روت او تريسرت. بيستخدموا ليه دول؟ قال لك دول بيستخدموا عشان يتشيك الكونكتيفيتي ما بين السندر والريسيفر، تاكدوا في كونكشن ولا لا. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك البنج وظيفته انه يبعت مسجز فاضيه، مسج وظيفتها نتاكد بس للواي، فلو جالي رد تمام على المسجز دي يبقى في كونكشن. طب لو ما جاليش رد اقول ان في مشكله. طب تقدر تحدد لي المشكله فين؟ لا ما اقدرش. على عكس مين؟ على عكس التريسر. التريسر بيشتغل ازاي؟ بفكره كويسه قوي. قال لك انا هبعت ثلاثه مسجز للراوتر الاولاني، تمام؟ الراوتر الاولاني رد عليا، يبقى ده اللينك اللي ما بيني وما بينه سليم. بعد كده اروح باعت ثلاثه للراوتر اللي بعده، فما يرد عليا يبقى برضو ده سليم. اروح بعد كده باعت للراوتر اللي بعده، فلو رد عليا يبقى كده سليم. طب ببعت للي بعده ما جاليش، يبقى انا كده عندي مشكله في الراوتر رقم 4. اذا هنا انا بتشيك الطريق بتاعي نود نود، راوتر راوتر. فلو عرفت ان في مشكله عند راوتر خلاص عرفت ان المشكله موجوده فين. دي بتستخدمها الشركات بتاعه الانترنت عشان تعرف لو في حاجه واقعه فين، الراوتر عندي فيه مشكله فين. شكل الناتج بتاعها زي ما احنا شايفين كده، ده شكل الناتج، بيديني اسم الراوتر اللي انا عليه او الاي بي بتاعه، وبعد كده بيديني الديلي بتاع كل باكت. مش احنا اتفقنا احنا بعت 3 مسجز، دي الديلي بتاع كل مسج ما بعتها له ورد عليا. ده الديليز، ثلاثة ديليز بتاع 3 مسجز اللي عندي. طيب واحد واثنين وثلاثة واربعة لغاية 10 ديت، كده معناها ان انا عديت على 10 راوترز لغاية ما وصلت للديستنيشن. في كل واحد هكتب لك اسمه والاي بي بتاعه، طب لو مالوش اسم هيبقى له الاي بي بس، و 3 تايمز اللي هم 3 ديليز اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب التريسرت دوت بيستخدم ليه؟ قال لك عشان يجيب لك الريل انترنت ديليز وروتس. يعني معناها تقدر انت ببساطه وانت قاعد في البيت النهارده تروح تكتب تريس روت مثلا جوجل دوت كوم، فهيجيب لك كل وانت قاعد على الدوس كده، تخش على الدوس وتكتب الكوماند دوت، فهيجيب لك كل الراوترز اللي ما بينك وما بين سيرفرات جوجل وتتاكد ان المسار مظبوط. فانت كده اتاكدت ان الروتس مظبوطه وشفت الديليز اللي ما بينك وما بين الراوترات اللي في السكه من عندك لغايه جوجل. طيب احنا متعرضين ان الباكتس اللي احنا بننتجها او عايزين نعملها ترانسفير يحصل لها لوس؟ قال لك طبعا. طب اللوس دوت ممكن يحصل ليه؟ قال لك اشهر سبب ليه ان اللوس ده يحصل ان الداتا وصلت لراوتر زي اللي موجود قصادي دوت اللي هو دوت، والراوتر دوت الميموري بتاعته مليانه مكتظه ما فيهاش مكان. طيب الراوتر ببساطه اول ما تجيله باكت والميموري بتاعتي اتملت هعمل ايه؟ هرمي الباكت، هعمل له ديسكارد، فده احنا بنسميه باكت لوس. ممكن يحصل كوربشن كمان للباكت ويضطر ان احنا نرميه. يعني ايه كوربشن؟
يعني حضرتك باعت داتا فيها زيروهات وواحد، لو حصل الترنج تغيير لاي زيرو يبقى واحد او واحد يبقى زيرو، كده احنا حصل كوربشن للباكت، وبالتالي اول ما يوصل عند ديستنيشن هيضطر هو كمان يسكارد، فبالنسبه لي هو برضو حصل فيه لوس. فاسباب اشهر اسباب للباكت لوس هي ان البفر اللي موجوده او الريسورسز اللي موجوده عندي في الراوترات تكون مليانه وبالتالي هترفض اي حاجه جديده، او ان حصل بسبب اللينكات الترنج لبعض البيتس اللي موجوده في الباكتس وبالتالي اتغيرت عما كانت مبعوثه عنه، وبالتالي اي ديستنيشن هيستلم الداتا دي هيرفضها، وبالتالي برضو بنسميه باكت لوست او باكت لوس. طيب نرجع نتكلم على موضوع الثروبوت تاني. كل الموضوعات اللي احنا بندرسها ديت لها علاقه بالباكت سويتشنج نتوركس. اتكلمنا على الديليز، اتكلمنا ازاي لو احنا عايزين نجيب الروتس والديليز اللي موجوده في السكه نجيبها بالتريس روت، اتكلمنا ليه الباكت لوس بيحصل في الباكت سويتشنج الاسباب. نتكلم دلوقتي بقى على الثروبوت. طب ايه سبب؟ ما انت قلت لي ان الثروبوت قبل كده في المحاضره الاولانيه هو الريت او الاكتوال ريت اللي بيتنقل على اللينك، اللي هو النمبر اوف بيتس في السكند. الاكتوال نمبر اوف بيتس في السكند اللي بتتنقل على اللينك بنسميها الثروبوت. قال لك اه انت بتتكلم كده على لينك واحد صح؟ قال لك اه ماشي تمام. طب نفترض ان انا عندي دلوقتي الكلاينت دوت كونكتد بالراوتر بكابل الريت بتاعه كان اسمه ار سي 1 ميجا مثلا، والراوتر ده كونكتد بالسيرفر بلينك الريت بتاعه ار اس. تمام، لو انا جيت قلت لك احسب لي الثروبوت في النتورك ديت، هتقول لي الثروبوت دلوقتي والله في نوعين من الثروبوت، حاجه اسمها انستنيوس وده لحظيا. انستنيوس يعني انستنت يعني ايه؟ يعني لحظي. وحاجه اسمها افريج يعني بحسب معدل. الثروبوت اللي انا ما بقول لك احسبه لحظيا بتقول لي على طول ال على احسب لي كميه البيتس اللي موجوده في اللينك هو دوت الثروبوت بتاعي. انما لما اجي احسب الافريج لا دي مشكله. هو لما اجي احسب الافريج احط الار سي ولا الار اس؟ تاني الناس اللي ممكن تكون وقعت مني هنا، انا دلوقتي يا جماعه عندي نتورك اهيت، بقول لك احسب لي الثروبوت على النتورك ديت، ما بقولكش الثروبوت العادي، الافريج ثروبوت. هتيجي تقول لي عشان احسب الافريج ثروبوت يعني كميه الداتا اللي بتتنقل في الثانيه، صح؟ صح. طب هي كميه الداتا لما بتيجي تتنقل في الثانيه مين اللي بيتحكم فيها؟ الداتا ريت الاقل ولا الداتا ريت الاعلى؟ وعشان افسر لك الموضوع دوت تعالوا نفكر هنا دلوقتي ان الموضوع ده عباره عن بايبس مواسير. انا عندي فيه ماسوره كبيره وماسوره صغيره، بايب صغيره وبايب كبيره. مين اللي بيتحكم في تدفق الميه؟ الكبير ولا الصغير؟ هتقول لي طبعا الصغيره، هقول لك اهو ده اللي لما نيجي نحسبه، لما نيجي نحط الافرج ثروبوت نحسب على اللينك اللي الريت بتاعه اقل. عشان كده ليه؟ مين اللي بيتحكم في الكونكشن اللي الريت بتاعه اقل؟ لان مهما كان حواليه لينكات تانية اسرع هتيجي لغايه عنده ونديله كميه الداتا اللي هو محتاجها في الثانيه، ما نقدرش نزود. وبالتالي يبقى اللينك اللي السبيد بتاعته او الريت بتاعه اقل هو اللي بيتحكم. عشان كده لما بنيجي هنا نحط السؤال، لو انا عندي ار سي وار اس وار اس اكبر من الار سي وعايز اشوف الافريج اند تو اند او النتورك ثروبوت بعمل ايه؟ قال لك بسيطه، احسب المينيمم ما بين الار سي والار اس. ولان هنا كان الار سي هي الار سي هي الاقل فالار سي هي اللي هتستخدم. طيب ليه انا ما اقدرش اعمل اعتمد على الار اس؟ قال لك لان دوت مش هو اللي بيتحكم في المعادله. ليه ما بيتحكمش في المعادله؟ لان هو هيدي للار سي والار سي بتقول لك انا هاخد منك 1 ميجا، انت عندك 10 ميجا بس انا ما اقدرش اخد منك ايه؟ نتيجه اختلاف السرعات دي بيحصل حاجه اسمها البوتل نيك. البوتل نيك ده الاختناق،
هتحصل فين؟ عند الراوتر اللي موجود في النص، لان الراوتر عمال ياخد داتا كتير قوي، والار سي اللي موجوده عندي قليله، فبالتالي هيحصل اختناق في الشبكه، وده سبب ان الريسورسز اللي عندك مش قادره تستوعب كل الداتا اللي بتتبعت نتيجه اختلاف اللينك السبيدز او الريتس ما بين اللينكات. طيب ناخد اكزامبل صغير كده. انا عندي كلاينت عايز ينزل ام بي 3 فايل اغنيه حجمها 32 ميجا. السيرفر من سيرفر، السيرفر متوصل براوتر بسبيد او بريت 2 ميجا بت بير سكند، والكلاينت مربوط بالراوتر اللي معاه بريت 1 ميجا بت بير سكند. تقدر تقول لي التايم اللي احنا محتاجينه عشان ننزل الملف دوت؟ هتقول لي اه دي سهله، احنا اتفقنا ان التايم اللي احنا عايزين نحسبه هو ال L على ال R. فال L على ال R هنا هو عباره عن 32 سوري ده 32 ميجا بيتس، ده حجم الملف. لو انا قلت غلط يعني من شويه، 32 ميجا ده حجم الملف. طيب اما اجي احسب بقى على انهي ريت انهي ار، هتقول لي طيب في نتورك كده في النص اهيت. هقول لك ديت مش معانا في المساله دلوقتي، انا في السلايد اللي بعدها على طول هشرح لك ليه. احنا بنفترض ان احنا عايزين نحسب الافرج على الار سي والار اس بس، تمام؟ احسب على مين؟ قال لك على الاقل انت عندك 32 مليون بيتس على 1 ميجا، ده الاقل، فهيطلع عندي 32 سكندز هي اللي مطلوبه. طبعا احنا هنا بنعمل تبسيط، بنعتمد على الثرو الترانزميشن تايم، ما اتكلمناش في اي نوع من ديليز ولا الكلام الثاني، احنا هنا شرحنا بس ترانزميشن تايم، الوقت اللي احنا محتاجين نداونلود فيه الفايل من السيرفر، ده اسمه ترانزميشن تايم. ما اتكلمناش طبعا زي ما نجلكت بقيه الديليز. كل اللي احنا عايزين بس نبينه للناس هنا ان ما يكون عندك في ديفرنت ريتس لللينكس، دايما بعتمد على اللينك اللي هي بالمينيمم ريت. طيب نيجي على السيناريو الاصعب شويه. ايه هو السيناريو الاصعب؟ هنفترض ان انا عندي 10 سيرفرات، تمام، وعندي 10 كلاينتس، تمام، كونكتد من خلال الكلاود بتاعي او من خلال الكور نتورك بتاعتي هنا بكيبلز. وهنفترض ان احنا قسمنا اللينك دوت اللي هو هنا ار ده على ال 10 كونكشنز اللي موجودين عندي. انا المفروض عندي ار سي اهو كونكتد بار اس، فده هياخد من هنا جزء. يعني انت هتاخد الار تقسمها، هتقول لي هو ده ينفع؟ هي هنقعد كده نقسم سلاك ما بينهم؟ لا يا حبيبي، الموضوع ببساطه ان ده باند ويدث. الباند ويدث هنفترض ان الار ديت 10 ميجا بت بير سكند، فانا هخصص 1 ميجا للار سي الاولانيه، 1 ميجا للار سي الثانيه، 1 ميجا للار سي الثالثه. كده يبقى انت كده قسمت الار كباندويدز على الناس، مش هتقسمها لاسلاك ولا هتقطعهم ولا الكلام اللي احنا بنسمعه اللذيذ دوت، لا هو كله ببساطه كده، انت هتقسم الار ديت باندويدز ومتصله باجهزه، فالاجهزه بتروح جايه تقول لك ايه؟ انا هسمح ب 1 ميجا بس حجم الداتا اللي هيعدي من ار سي 1، ار سي 2 حجمها هسمح له ب 1 ميجا وهكذا. يبقى انت كده قسمت اللي هي الار اللي هو الكابل اللي في النص ده اللي هو مالي الكلاود، هقسمه ما بينهم. طبعا ده ابروكسيميشن عشان افهم لك المساله بس. طب لو جات لي مساله زي كده اجي احسب الافريج ثروبوت ازاي؟ قال لك بسيطه، انت عندك ار سي وار اس دول كونكتد ببعض، وار على 10 ار دي اللي هو الريت الاصلي، ار هنا دي الار اللي هي موجوده في النص دي هي الريت الاصلي بتاع الكابل
بس انا قسمته ل10، فبقى انا هعتمد على انه ار على 10. يعني لما اجي احسب المينيمم ما بين الار سي والار اس اضيف عليهم ار على 10. ليه؟ لانه هيتحكم هو كمان في الكونكشن. لو هو قليل اقل من الار سي والار اس هيعمل لي مشكله. قال لك مش ده الغالب، باي ذا واي الغالب دايما بيبقى المشكله كلها في الار سي او الار اس، مش بتبقاش في الار اللي هي الار على 10. بس احنا بنفترض كل الافتراضات، احنا بنحط قانون عشان نمشي عليه كلنا. تاني، عندي 10 سيرفرات كونكتد ب 10 كلاينتس، كل كلاينت كونكتد بسيرفر، تمام، كلهم كونكتد من خلال كابل موجود في الكلاود زي ما انتم شايفين كده. الكلاود دي اللي هي الرسمه اللي هي شبه الكلاود، تمام. فاحنا دلوقتي قسمنا الار ما بين ال 10 كلاينتس بالتساوي. اما اجي اقول لك دلوقتي احسب لي الافريج ثروبوت هتقول لي بسيطه، هتاخد الار سي مع الار اس، ار سي اللي هي ار كلاينت اللي كونكتد بالكلاينت، الار اس اللي هي كونكتد بالسيرفر، والار على 10 اللي هي الجزء المخصص للكونكشن دوت من الار اللي في الكلاود. وببساطه تاني من انت فكر فيها، في عندي ثلاث مواسير متوصلين ببعض، الماسوره اللي بتقبل ميه اقل هي اللي هتتحكم في تدفق الميه في الثلاث مواسير، تمام كده؟ واضحه؟ اتمنى ان كده يكون المحاضره مفهومه. دي اخر حاجه عندنا في المحاضره، هنبتدي ندي مسالتين كويس كده نفكر فيهم نشوف انتوا فاهمين القصه ولا لا. فهنا بيقول لك imagine the length of a cable is 2500 meters if the speed of the propagation in the cable is 2 في 10 اس 8 متر بير سكند او 200,000 meter per second. How long does it take for a bit to travel from a beginning to the end of the network? Ignore any delays in the equipment. طيب تاني احنا عايزين ايه؟ نحدد المسألة، ايه المعطيات ال given وال required. ال given مسافة و given propagation speed سرعة. اللي مطلوب الوقت اللي هاخده من بداية اللينك لاخره، يبقى انا بتكلم على propagation delay. معادلة البروباجيشن ديلي هي ايه؟ حضرتك فكر وحل المسألة قدامك كده دقيقة، فكر وشوفها، سهلة جدا المسألة ما فيهاش أي إبداع، يعني يا دوبك بس أنت بتطبق قاعدة. طيب المسألة الثانية بيقول لك وات از ذا ترانسميشن تايم؟ ده سؤال مباشر أهوت. اوف باكيت سنت باي ستيشن اف ذا لينث اوف ذا باكيت از 1 مليون بايتس اند ذا باندويث اوف ذا شانل از 200 كيلو بيتس بير سكند. التريك هنا بس اختلاف اليونتس زي ما اتفقنا. هو عايز ترانزميشن تايم ال على ار، الحجم هنا عندك 1 مليون بايتس، 1 مليون بايتس احنا اتفقنا ان الحجم هيتقاس بالبيتس، والباندويدز اللي موجود او الريت بتاع الكابل بتاعي هو 200 كيلو بيتس بير سكند. طيب احل المساله ازاي؟ سهله، ال على ار واحسبها. دي الحلول بتاعت المساله الاولانيه، الدي بكذا، الفي بكذا، بتحسب البروباجيشن ديلي دي اوفر في هتطلع الناتج. الثانيه ال بالبايتس هنحولها لبيتس، الار مفيش فيها تحويل هنكتبها زي ما هي، بعد كده نقسم ال على الار هنطلع ان التايم بتاعي 40 سكند. كده احنا خلصنا المحاضره الثانيه، ارجو ما تذاكروها يعني. طبعا كده انتوا وصلتوا، لما وصلتوا لاخر الفيديو بقى المفروض تكونوا سمعتوا المحاضره الاولى والثانيه. ان شاء الله باذن الله هنحدد ميعاد لان احنا نبتدي ندي بعض الاسئله على المحاضرتين دول، او يمكن نضيف المحاضره الثالثه كمان ونعمل زي كويس كده على الثلاث محاضرات ان شاء الله زي ما اتفقنا، هيبقى اسئله بونص. طبعا انا موجود زي ما اتفقنا في ميعاد محاضرتي، هبقى موجود في الكليه. لو في اي اسئله تقدروا تيجوا تسالوني او اجي لكم المدرج ونتناقش. شكرا، السلام عليكم.